في إضافة لرصيد الوطني من الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة، تخرج 136 طبيبا وطبيبة أنهوا برنامج البورد الكويتي والزمالات الطبية في حفل أقيم مساء أمس برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، والذي أكد ثقته بحرص هؤلاء الأطباء على العمل بروح الفريق الواحد لإحاطة أفراد المجتمع والمرضى بالرعاية الصحية المتكاملة بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية. 136 طبيبا وطبيبة استاجوا بنجاح متطلبات التخرج للبرامج التخصصية للدراسات العليا بالبورد الكويتي والزمالات الطبية بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية، فإنني على ثقة لا حدود لها في أنهم سيكرسون خلاصة علمهم وخبراتهم لتقديم رعاية صحية متميزة للمرضى، وبما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية لجودة الخدمات الصحية وحقوق وسلامة المرضى.